الملف طيب. الصحراء الغربية هو ملف ينطلق، ليش الجزائر ليس ضد المغرب، الجزائر عندها مبادئ، مبادئ ما يسمى تقرير المصير. نحن في الجزائر يعتقدون وقد تاريخ يثبت ذلك بأن التضامن أو التحالف الفرنسي للمغربي هو تحالف تاريخي، لأن نقدر نقول بأن الدولة المغربية الموجودة حاليا هي صنيعة فرنسا، وأن الاستقلال المغربي جاء وفق اتفاقات معينة ولم يجي وقت. طيب حتى لا نحيد عن الموضوع، وشو الأفكار ديال ولاد حبلق ولا مشوش؟ احنا ماشي ضد المغرب، ولكن شي المغرب أسسوا على فرنسا، دابا هما اللي أسسوا فرنسا، هما ولاو يقولوا علينا هاد الهضره هادي، وحقهم ما خداو الاستقلال عبر اتفاقية. اي زيد يمشيو معاك على قد عقلك، احنا خدينا الاستقلال بالاتفاقيه، اعطيني حتى الاستقلال ديالك، جبدوا لنا من الامم المتحده، نتحدى شي كورغولي بن كورغولي جبد لنا الاستقلال من وسط الامم المتحده. المغرب بعدا خذا الاستقلال ديالو، حتى ما عندكش الاستقلال. المغرب اللي كيتعتبر من اقدم الممالك عبر التاريخ قالك اساسوا على فرنسا، واش غدير مع هذا العقل الكورغولي؟ ما اش غتحاور مع من غتهضر؟ والطامه الكبرى شناهيه؟ الموضوع ديال الحلقه شناهو؟ قول حتى موضوع الحلقه شناهو؟ علاش ماكرون للمره الخامسه رفض زياره رجل الزهراء الى فرنسا؟ خمسه المرات هو كيرفض الزياره ديالو، علاش؟ حيت فرنسا هي اللي اسست المغرب، واش جاب المغرب لهذا الموضوع دابا؟ واحد فرنسا اعترفش بالصحراء المغربيه، وانت مالك؟ انت المشاكل اللي عندك مع فرنسا تبقى من هنا حتى الغدا في الصباح وما تساليهمش، من الاعتراف بالذاكره، من انهم يقدموا لكم تعويضات، من انهم يقدموا لكم اعتذار، يرجعوا لكم الجماجم ديال الاجداد ديالكم، يجيو ينقيو الاماكن اللي داروا فيها التجارب النوويه. عطى الله صاحبي، عطى الله المواضيع اللي تقدروا تناقشوها بينكم، وعاد شوفوا الاستثمارات، شوفوا المشاريع اللي تقدروا تجيبوها للبلاد، بزاف اصاحبي المواضيع. لا هادشي كامل هزوا حطوا هنا، وعلاش اعترفوا بالصحراء المغربيه؟ ومن غدا فرنسا تقول لهم انا على الغياب الاعتراف، صافي نساو كل شيء ويرجعوا للحضن الفرنسي، وعادي كان شيء لم يكن. موضوع كيتكلم على الجزائر وفرنسا، حنا علاش تخشينا؟ انت مالك بعدا باش تناقش هذا الموضوع ديال الصحراء المغربيه؟ تعترف ولا ما تعترفش؟ انت واحد الطرف بعيد، كما كتقول انت كتقول بانك طرف مراقب كتشوفها من بعيد، ايوا بقى طرف مراقب، علاش خاشي نيفك وخاشينا حنايا في واحد الموضوع بعاد؟ الحلقة كاملة دايرة على المغرب، المغرب اعتراف كذا، شوف فين وصلوا، هما اللي أسسوا فرنسا في 62 ولا هما كيقول لك بأن لا حول ولا قوة إلا بالله، وديما كيفرجونا ديك التفريشة الخاوية ديالهم بأننا شعب واحد وحنا خوت وكذا، وحنا ماشي ضد المغرب، يبداو يعطيو المغرب على الراس. فالله ياخذ فيكم الحق، هادشي اللي نقدروا نقولوا. خليكم مع هذا الحوار كيف العادة، ما تنساوش لايك، خلنا الرأي ديالكم في التعليقات. نتوقف فيها عند تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية. هذه التصريحات التي استبعد فيها زيارة فرنسا معتبرا فيما فهم منها أنها مهينة، مع انطباعا بأنها هذه الزيارة باتت في حكم الملغاة تماما على خلفية تجدد التوتر بين البلدين. سؤال، هل صرف رئيس الجزائرية النظر تماما عن زيارة فرنسا؟ لماذا؟ ولماذا أيضا اعتبرها ربما مهينة، اعتبرها استسلاما، اعتبرها خضوعا فيما فهم من تصريحاته؟ لك الكلمة أولا سيد الحسين مصدق البحث السياسي والإعلامي حتى نفهم. شكرا جزيلا. أولا لماذا فسرت بهذه الطريقة؟ المعروف التشريفات والعلاقات الدولية لما يقوم رئيس دولة بزيارة لبلد آخر أو يتم التحضير لها، وبالتالي تتم عملية تسوية كل الملفات من خلال التهدئة. احنا لاحظنا بأن رئيس الجمهورية الجزائرية لم يرفض ولو مرة يزور فرنسا، وكل مرة يجد استفزاز من الضفة الشمالية من فرنسا، أنه كل مرة هناك سبب، كل مرة هناك سبب، يعني إن المجتمع الفرنسي وأقلية فقيرة كما يقال في فرنسا دائما تتجه إلى هذا الاستفزاز، إلى هذا التصعيد، يوصل إلى درجة إنه لابد أن يتخذ قرار. وهذا القرار لاحظناه عنده ممهدات، عنده معطيات أساسية اللي لاحظناها بدأت منذ تقريبا 4 سنوات لما صرح الرئيس ماكرون بأن الجزائر تعتمد على الذاكرة كماطية، ثم انه لما جاءت قضيه بوراوي ان كيف ان الناشطه التي اعتبرت قضيتها تدخل في الشؤون الداخليه وخاصه القضيه الامنيه الجزائريه، ثم لاحظنا فيما بعد التصريحات، ما التصريحات حتى فيما يتعلق ب ما يسمى اتفاقية الهجرة إلى عام 1968، دعوات المراجعة بالنسبة إلى وكيف استعملتها بعض التيارات السياسية الفرنسية كما هي كسبب للتصعيد. ثم لاحظنا الملف المغربي أو الصحراء الغربية كيف
كذلك أنه يلتقي الرئيس الجزائري مع الرئيس الفرنسي ماكرون وتقريبا يتفق على شيء معين، حتى بعد أيام قليلة نرى أن هناك خرجة معاكسة إطلاقا. طيب. وهنا بدأت عوامل الثقة تجول إطلاقا، ثم الآن نلاحظ من خلال مجيء اليمين إلى الحكم. سنأتي على هذه النقطة تحديدا خلال لحظات، فقط أستسمحك حتى أعطي الكلمة للأستاذ باسم سالم، بمعنى أن عوامل الثقة ربما غائبة عن هذه الزيارة. أستاذ باسم سالم المحامي المستشار القانوني في قضايا الهجرة، فقد فسر من تصريحات الرئيس الجزائري بأنه تعبير عن عدم الاستعداد للتنازل أو الاعتذار بطريقة مذلة أو رفض السعي للمصالحة بطريقة فيها إهانة. كيف تابعت أنت هذه التصريحات ومفهوم أنه رفض تام لإتمام هذه الزيارة في الظروف الحالية من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟ أنا استغربت أنه من الرئيس تبون أنه صعد بهالطريقة القاسية بصراحة، يعني أنه اعتبر زيارته لباريس مجرد أنه هي انسحاب أو هي خضوع لفرنسا، وشبهها حتى بالتاريخ مثل الإمبراطور بيسمارك لما اتجه إلى البابا ليطلب الصفح منه. فبالتالي ما في أسباب حتى كانت حتى هي يعني هذا المثل التاريخ أنه ينضرب فيه، فهو صعد كتير الموضوع بينه وبين فرنسا. هلأ استعمال هذه الصورة وهذا التعبير مئة بالمئة، لأنه يعني بالعكس زيارته هو لازم تكون كرئيس دولة هناك مشاكل عالقة، هناك مشاكل تم حلها، هناك اتفاقيات، هناك ملف الذاكرة، ملف الهجرة وغيرها من الملفات. فبالتالي عليه أن يمتلك هذه الشجاعة وأن يصل إلى فرنسا كند لرئيس مثل الرئيس ماكرون. لكن أنا برأيي هو استغل الجدل السياسي الموجود في فرنسا وحجب الثقة عن الحكومة، ورئيس ماكرون ليس في أحسن أحواله، فبالتالي هو اعتبره مثل البطة العرجاء مثل يسموه بعالم السياسة، فهو زاد الطين بلي على رئيس ماكرون أنك بزيارتي إليك لا نستفيد من هذه الزيارات، أخذت موقف أنت غير السياسي التي يجب أن تتخذ مع الجزائر، هناك ملفات أنت لا تتقدم فيها، فبالتالي أنا لا جدوى من زيارتي. يعني هو استهتار أو بعدم احترام لرئيس ماكرون أو للدولة الفرنسية. هلا أنا بفهمه أنه هناك قاعدة شعبوية في انتظار هذا الرد، لأنه لا تقدم الحكومة الجزائرية أو الرئاسة الجزائرية غير هذا للشعب الجزائري. هي من فترة إلى أخرى هناك استجرار لهذا الجرح العميق بما في الذاكرة وملف بما حصل في الجزائر من الاستعمار، لاستعطاف هذا الناخب الجزائري الذي ذهب إلى الانتخابات بغض النظر ماذا كان هناك في الانتخابات. لكن أنا برأيي هي خطوة كانت غير مدروسة وغير موفقة من الرئيس أنه يستبعد الزيارة وهناك ملفات يعني اقتربنا من الحل منها. كان يجب ربما يقول البعض لما لا المجيء لفرنسا وطرح هذه الإشكالات هنا في فرنسا لعلها أيضا تحل من خلال هذه الزيارة تم إرجاؤها مرة كثيرة منذ 2023 تحديدا. حتى أطرح عليك سؤال كنت قد ذهبت إلى ذلك، هل من رابط مع المناخ السياسي الحالي مع الحكومة الفرنسية الحالية ذات التوجهات اليمينية في كثير من القضايا التي تهم بشكل مباشر الجزائر؟ أعتقد أن ضيفكم الكريم قد ذهب إلى أشياء غير موجودة تقريبا إطلاقا. التهدئة جاءت من الجزائر وليست من فرنسا. كلما يطرح السؤال على رئيس الجمهورية الجزائرية أنه يقول أن الزيارة لم تلغى في انتظار فقط تهيئة الظروف لها، لكن كل مرة يطرح عامل غريب من الجانب الفرنسي. من كل مرة سبقت أن سردت هذه الأحداث وهذه العوامل الغريبة إلى درجة أن قضية الصحراء الغربية هي قضية مطروحة على الأمم المتحدة، والكل كان يعرف المولات الفرنسية للمغرب، لكن لم يكن ينتظر بأنها، خاصة أن فرنسا طرف فاعل في هذه القضية، أنها تنحاج إلى المغرب بهذا الشكل، رغم أنه سبق وإن قال لرئيس الجمهورية الجزائرية بأن الأولوية تعطى للعلاقات الجزائرية الفرنسية، والعلاقات الفرنسية المغربية لن تكون أبدا وإطلاقا على حساب العلاقات الفرنسية الجزائرية. لاحظنا باللي هنا الخطاب المتداول لا ينطبق مع التصرفات، ولاحظنا الآن إنه ملف الهجرة وكأنه الجزائريين فقط يهجروا إلى فرنسا. فقط سأتوقف عند مسألة الصحراء الغربية تحديدا، لأنها ما زالت تثير الكثير من التذمر في الجزائر حتى بعد سحب السفير. الرئيس الجزائري يقول أن اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الداعمين. اعتبر أن الإعلان أمام الملأ على هذا الأمر الموافقة على الحكم الذاتي
بهذه الصيغة في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة تصرف يعكس سياسة الكيل بمكيالين. سابقا تحدثت الحكومة الجزائرية حتى عن حسابات سياسية مشبوهة. ردك على ذلك، هل تتفهم الغضب الجزائري من هذه النقطة التي يقول بعض أنها أفاضت الكأس على مستوى العلاقات بين البلدين؟ يعني أنا أريد من وقت إلى آخر أن أحترم رأي المواطن الجزائري الموجود على الأرض. يعني ما يهم المواطن الجزائري على الأرض هي الملفات المفتوحة بينه. لا، حدثني عن الموقف أيضا بالنسبة موقف الفرنسي من الصحراء، ربما كانت هناك وجهة نظر فرنسية في هذا الملف. أنا معك، أنا سأتحدث عن هذا الموقف يعني لأنه أنا لا أبرر للرئيس ماكرون ما حصل. الرئيس ماكرون هو يتبع إلى مؤسسات، فرنسا هي دولة مؤسساتية، فرنسا هي عضو في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي قد يكون بالإجماع أقر بأن هذا بمسألة الصحراء هي يجب أن حل من المنظور المغربي، فبالتالي على فرنسا وهي عضو فاعل في الاتحاد الأوروبي أن تتبنى هذه وجهة النظر، وهي وجهة نظر غربية، وجهة نظر كندا، وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، وأغلب الدول العالم منتجها في هذا السياق. بمعنى أن فرنسا لا يمكن أن تسبح ضد التيار. أكيد، هذا ما تقصده. يعني لماذا؟ لأن هناك مصالح بين فرنسا والجزائر، فعلى فرنسا أن تعارض الاتحاد الأوروبي، أن تعارض أمريكا، أن تعارض السياسات الدولية المنتجة في هذا الملف. الضغط المغربي أيضا كما وصف حتى. لا، ليس هناك ضغط مغربي، هناك من قبل مسؤولين حتى فرنسيين. لا، هو ليس في هذه النقطة تحديدا. هو الاعتراف جاء بلسان وجه إلى الملك فقط على اعتبار أن المغرب يعتبر أن علاقاته تنبني أصلا من منظور هذه النقطة الأساسية والهامة والمصيرية، على أساسها تبنى العلاقات وهكذا ينظر إليه. أنا برأيي يعني ليش هذا الجدل كلها القائم ضد فرنسا؟ لماذا لم يكون ضد إسبانيا؟ إسبانيا كمان نرجع الاتجاه كمان نحكي يعني في دول أوروبية كتير أخذت هذا المنحة. لماذا هذا يعني هذا جدل القائم ضد فرنسا؟ لماذا يعني دائما غير مبرر تعتبره؟ أكيد هي خطوة عادية، هي خطوة مؤسساتية. الموقف أو الحجج يعني تقدم بها رئيس أي الجزائري. أي خطوة بتقوم فيها فرنسا أو وزير فرنسي أو كذا من لاقي هناك انتعاد من الجاي وإلغاء للزيارة. يعني بالنهاية إحنا شفنا تصريحات وزير الداخلية كان في تصريحات مضادة من الرئيس ماكرون. هاي دولة مؤسسة دولة ديمقراطية، يعني يجب أن يكون هذا من وقت إلى آخر، لكن للأسف هناك رد أحادي. رئيس له سلطة مطلقة، ليست هناك دولة مؤسسات بالدولة فرنسا، فبالتالي تكون هناك ردات الفعل لدولات عاطفية لإرضاء هذا الشعب الموجود. فقط تذكر بأن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان يقول أنه كان يجب علينا أن نتحرك في إطار الأمم المتحدة وبالتعاون مع الجزائر. تفضل. أولا يبدو أن ضيفكم الكريم يجهل بعض أو يتجاهل بعض الأمور. إن عضوية في مجلس الأمن هو في الحقيقة التحكيم في النزاعات، وكانت فرنسا قد اتخذت موقف إنها تحترم قرار مجلس الأمن اللي هو الذي يقرر تقرير المصير، فبعد الاستفتاء يتم حسم إما الصحراء الغربية مغربية أو تستقل. وكانت صرحت فرنسا آلاف المرات بأنها تحترم هذا القرار الأممي، ولكن نلاحظ العكس إنهم تحترم الجهود الأممية لفهم هذه الجهود. كذلك إن الأستاذ يتكلم عن المؤسسات، لم نسمع بأن المؤسسات الفرنسية قد اتخذت موقف لهذا الطرف أو لذاك. هذا قرار جاء مفاجأ، وقد الجزائر قد قالت بأنه قرار مفاجأ، لأنه سبق وأن التقى ماكرون مع الرئيس تبون، وسبق أن تقريبا توقع هناك اتفاق ضمني والآن ذكرت به. أما مؤسسات سياسية أعتقد أن في الجزائر كذلك توجد مؤسسات، إلا أنت إذا كنت ترى بأن هذه المؤسسات غير موجودة فهذا من حقك. ونحن كذلك نرى بأن المؤسسات هنا في فرنسا ليست مؤسسات سيادية، والدليل على ذلك أن هناك أزمة خانقة سياسية في فرنسا. تبقى المؤسسات سيادية مهما حتى لو كانت الأزمة خانقة، سواء كان في الجزائر أو فرنسا. حتى لا ندخل في مدى بأن الملف المغربية، الملف الصحراء الغربية هو ملف ينطلق، ليس الجزائر ليس ضد المغرب، الجزائر عندها مبادئ، ما يسمى تقرير المصير. نحن في الجزائر يعتقدون، وقد التاريخ يثبت ذلك، بأن التضامن أو التحالف الفرنسي للمغربي هو تحالف تاريخي، لأن نقدر نقول بأن الدولة المغربية الموجودة حاليا هي صنيعة فرنسا، وأن الاستقلال المغربي جاء وفق اتفاقات معينة ولم يجي وقت. طيب، حتى لا نحيد عن الموضوع. طيب، الآن ما وددت أن أطرحه عليك تحديدا في هذه النقطة قبل أن أعود إلى ضيفي، ألا يمكن للجزائر أن تعتبر أن هذا القرار الفرنسي يأتي ضمن حسابات داخلية فرنسية، وأن نوايا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
طيبة ربما في هذا السياق، ولكن ثمة اعتبارات أخرى سواء كانت متعلقة بالداخل الفرنسي أو متعلقة حتى بالعلاقات أيضا مع المغرب. ضف إلى ذلك ما ذكر أكثر من مرة على أن اليد الممدودة الفرنسية يعني بقيت ممدودة دون أن تستغل الجزائر هذه الفرصة لرأب الصدع بين البلدين. باختصار شديد حتى أكون مصفر، نفس الشيء اعتقادي بأن التفسير ما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو تفسير خاطئ، لأنه لم يغلق الباب إطلاقا، وإنما رأى بأن الظرف الحالي لن يزور فرنسا في نظرا للجدل القائم حول اتفاقية 1968، ونظرا لما يسمى لمسألة الذاكرة، ونظرا لبعض اللوبيات الموجودة في فرنسا التي تحاول وتسعى بقدر الإمكان إلى تعكير العلاقات الجزائرية الفرنسية. ربما إن الطرف الجزائري ينتظر حتى تزول هذه الحملة حتى يأتي الوقت المناسب. لم يقل قال لن أزورها ما دام هذه التوترات قائمة، والتوترات الكل يعرفها ليست جديدة. طيب، وليست بمعنى الظروف ليست مهيئة، وأشرت إلى اتفاقية عام 68 و900 و1000 التي تمنح الجزائريين وضعا خاصا فيما يخص التنقل والإقامة في العمل في فرنسا. تطرق إليها أيضا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في هذا اللقاء الدوري الإعلامي، أشار لأن هذه الاتفاقية أصبحت فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعة هذه الأقلية، تكون الكراهية والحقد للجزائر. وهذا ما يفسر من وجهة النظر الجزائرية أن الظروف ليست ملائمة لهذه الزيارة، تحديدا فيما يخص هذه الاتفاقية، مع التذكير بأن وزير الداخلية الحالي يؤكد إصراره على أو تأييده مراجعة هذه الاتفاقية. سيدي، يعني هناك تناقض، وين فينا عن الرئيس تبون يسعى إلى السيادة ويسعى إلى السيادة الندية ويلغي زيارته بسبب الأجواء، فين هو يطالب باتفاقية تعزز النظرة الاستعمارية والنظرة الأبوية لفرنسا على الجزائر؟ ببساطة هو لا يطالب بها، هو يقول لك تمام. يتحدث حتى نكون دقيقين، يجب أن لا تهم هذه الاتفاقية أساسا، يعني عن مرايا لماذا تهم هذه الاتفاقية أساسا؟ وراءها أقلية متطرفة على حد وصفه، يعني يمينية. هلأ احنا ما رح نخبي الفكرة أنه فعلا هو اليمين في فرنسا واليمين المتطرف هو ضد هذه الاتفاقية، ما بدنا نخبي أنه العداء للجزائر وراها اليمين متطرف حتى في المحافل الدولية وحتى في البرلمان الأوروبي، يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. لكن التمسك الجزائر بهذه الاتفاقيات القديمة التي تعزز فكرة الأبوية الاستعمارية لفرنسا على الجزائر، أنا لا أفهمه تماما. أمامنا رئيس يقول أن هناك تدخل فرنسي وأنا سوف لن أزور فرنسا لأنني أنا أشعر بأنه هذا هو إهانة لي وهذا هو خضوع لفرنسا، فبالتالي هو يتحدث عن اتفاقية تعزز هذا الشيء. يعني حتى لو وزير الداخلية الفرنسي قال هذا الشيء، الرئيس ماكرون نفسه في خطاب إذاعي قال لا، الهجرة هي مفيدة لفرنسا وليست هي سيئة بكل أحوالها، فبالتالي هو ينفي كل ما قاله وزير الداخلية. وبعدين نحن أمام برلمان، أمام دستور، برجع بأكد المؤسسات، يعني أنا فينا نقول أنه في فرنسا نحن لحسن الحظ أن هناك مؤسسات كل قرارات من رئيس الدولة إلى الوزراء تخضع إلى مجلس دستوري وإلى برلمان، وليس كما في الجزائر، ليس بيد وزير الداخلية بل بيد وزير الخارجية والرئيس أيضا، وليس بيد الرئيس ماكرون حتى. طيب، تحديدا في هذه النقطة ما كان يجب أن نتحدث، ربما أن تقبل الجزائر المراجعة أو التخلي حتى على هذا الاتفاق. ما يقوله ضيفكم الكريم يبدو أنه خارج الموضوع. كيف؟ إن الاتفاقية الجزائرية الفرنسية كانت وليد الظروف معينة، ظروف نقدر نسميها استعمارية، والرئيس الجزائري لم يطالب بإبقاء هذه الاتفاقية وإلغائها، ولكن أنه مندهش لكل مرة نشهر السيف هذا، نشهر هذه القضية أننا سنراجعها، أننا سنراجعها منذ عشرات السنين، واليمين يطالب بتعديلها مع أنها أصلا ملغية منذ سنة 1974. لا أحد يعمل بهذه الاتفاقية، وإنما هي باقي حبر على ورق، والكل يتذكر متى تم توقيف هذه الاتفاقية سنة 1974 من جانب واحد. يعني ان هذه الاتفاقيه استاذ الكريم ليست هذه مساله فيها نظر، لانه الاتفاقيه هي الجزائريه الافضليه هي من في المساله. طيب، هي من صنع فرنسي ولم تكن موجهه للجزائريين، كانت موجهه للمعمرين الفرنسيين الذين أرادت فرنسا أن تبقيهم في الجزائر بعد الاستقلال. ونعرف بالإيران هذه الضمانات التي كانت مطروحة للفرنسيين الموجودين في الجزائر كانت هي التي عطلت المفاوضات الجزائرية الفرنسية لمدة تقريبا سنتين، قضية اللي عطلت هذه الشيء، قضية الإبقاء على السيادة الفرنسية على الصحراء، وقضية المواطنين أو الأوروبيين الجزائريين من أصل أوروبي أرادت فرنسا تبقي عليهم بعين المكان. لما لاحظت في وقت
معين بأن هناك هجرة جماعية للفرنسيين هناك، أرادت أن وضعت هذا القانون. طيب ملخص الحديث لتعطيهم إمكانية باش يرجعوا حتى تطمئنهم يرجع متى يريد إلى فرنسا. طيب. ولا تلغي هذا لاحظنا الآن، هل الجزائر طالبت بالإبقاء هذه القضية هذه الاتفاقية؟ لا. هل الجزائر فقط تلوم فرنسا؟ لماذا هذا الجدل دائما حول هذه القضية، حول هذه الاتفاقية التي لا تقريب غير موجودة، ولماذا كل مرة يشهروها؟ وهل بقيت هر هذه؟ هذا هو الأساس. ومسألة أنها تؤثر أيضا على مسألة الهجرة، تؤثر شيء كبير. ومن هذا المنطلق نحن نقول الجزائر لم تقول ضد أو هذه الاتفاقية مع ولا قمت، قالت كفاية أن نشهر هذا السيف دائما، أن نشهر هذه القضية وأصبحت كأنها مقايضة للجزائر. الجزائريين انتهى الامر. اذا اردت الجزائر عندها مهاجرين كباقي الدول، لا يسمع الان الخطاب الفرنسي كانه من فضلك. طيب. لا كباقي الدول يسمع. طيب. الخطاب الفرنسي وكانه الجزائر فقط اللي عندها مهاجرين في فرنسا. طيب. ثمت افضليه تبقى في هذا الامر. طيب. رئيس كنت قد اشرت اليه رئيس الحكومه الفرنسيه الاسبق دومينيك دو فيلبان يقول ان هناك ميلا في تصريحاته لاذاعه فرانس انفو، ميلا في فرنسا اليوم لجعل الجزائر كبش فداء لعدد من مشاكلنا، خاصه فيما يتعلق بملف الهجره، وليس على الجزائر ان تتحمل وزر ذلك. علينا العمل مع الجزائريين لايجاد حلول مشتركه تتعلق باشكالات الهجره، بمعنى تغيير المقاربه اليوم مع الجزائر، لانها تعتبر مقاربه غير مثمره، ولعل حتى مقاربه فاشله. تعقب على ما ذهب اليه ضيفي وعلى تصريحات دو فيلبان، واختم معك لو سمحت. طيب. أنا برأيي بس نقطة مهمة كتير. أول شيء نحن بدنا نحكي على الاتفاقية نفسها اللي هي عطت أفضلية للجزائريين، والضيف الكريم قال إنه هي التغت في العام 1972-1971. هذا الشيء ببساطة ممكن البرلمان الجزائري إلغاء، لأنه اتفاقية تكون ضمن دولتين، دولة جزائرية ودولة فرنسية، فبالتالي عليه إلغاء. بعدين الحركة اللي عم تطلع من كل وزير داخلية بصل للسلطة وبيهدد بهذا الشيء هو إلى منبع أساسي، وهو عتم اعتراف الجزائر بالرعاية التي تم تسليمهم إلى السفارة الجزائرية في فرنسا. هي لا تعترف على رعاية جزائريين، يعني أقل شيء هناك لما تم تخفيض الفيز لـ50% للدول المغاربية وعلى رأس الجزائر، لأن الجزائر لا تعترف على الرعاية بأنهم رعاية جزائريين لتم ترحيلهم إلى الجزائر مرة أخرى. فهو كل فعل هناك ردة فعل. لا اليمين لم ينطلق من الفراغ، وأنا لا أؤيد اليمين بصراحة، أنا مع الهجرة وأنا أتفق مع الهجرة المفيدة لفرنسا. ما علاقة هذا بذلك؟ هي ردة فعل، هي ردة فعل عدم تعرف على رعاية الجزائريين موجودين. لا علاقة لها بالإطلاق. أي اتفاقيات دولية؟ هذه اتفاقية دولية أم قضية الاعتراف؟ وهولندا بكل تسليم هذه قضية دولية مسجلة في الأمم المتحدة، فيزا لتركيا بهذا السياق لا علاقة إطلاقا بما يسمى بترحيل المهاجرين غير الشرعي. هذه سترجع للسيادة الفرنسية، ترجع للسيادة الفرنسية بأنها تقرر ما يلي. رئيس الجزائر يقول أن هذا الاتفاق لا يؤثر بشكل من الأشكال على جودة الهجرة. أكيد أكيد هو لا يؤثر على جودة الهجرة، ولكن هو مثل ما هو منطلق ينطلق منه اليمين دائما. لماذا الجزائر له أفضلية أكثر من الأمريكي القادم ليستثمر فيه هنا؟ لماذا الجزائر مرتبط حتى باستعادة الجزائر لرعاياها؟ هو يعني هو يحق له أن يحصل على تصريح إقامة بغض النظر إن حصل على بطاقة الإقامة، يعني هو له الأفضلية دائما بحسب القانون، وهذا الذي تقوم به اليمين ويتكرر دائما. القانون هذا غير مطبق في فرنسا يا طيب. القانون هذا غير انتهى الوقت، لعلنا نعود لنسأل عن مستقبل العلاقات في حلقات لاحقا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك خلينا الراي ديالكم في التعليقات، نسي مازال ما مشاركنش معنا شاركوا فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.